我叫范子毅，来自中国北京，我今年快4岁。Hi, and it's me, Raphael. I wanted to say something nice for the color. 今天是六一儿童节，我的愿望是跟爸爸一起举高高。你的愿望是什么呢？أنا تمنيت كتير اللي أنا أروح مع بابايا العلمين عشان أشوف البحر. بابايا بيقول لي البحر هناك جميل شبه الجوهرة. 我春节是去过العلمين. 爸爸在那里下好高很高的山。You can move it. 为了修好了，爸爸每天都好忙好忙。不能陪我过六一儿童节了。بابايا عنده دايما شغل كتير. بابايا بيشتغل مدير الـHR في الشركة الصينية. عين الكتير من المهندسين المصريين المتميزين. المهندسين المصريين والصينيين بيبنوا مدينة العلمين الجديدة.بابا ياخدني يوم زيارة لمشروع العلمين زي هدية في أجازتي. رحنا مكتبه وشوفنا صينيين متحمسين جدا. شفت 5 أبراج لسه بيتبني. وشوفنا عربيات كتير والناس وكان في دوشة. بابا قال لي ده برج الأيقوني بتاع مدينة العلمين وارتفاعه 300 متر.وبعد لما يتبني هياخدني عشان أقف فوق سطح ونشوف مع بعض الساحل الجميل والبحر الأبيض المتوسط. 好羡慕你呀！我也要在爸爸盖的标志塔上举高高。虽然不能陪我过六一儿童节了，但是可以天天打视频。希望哥哥、阿姨和叔叔、阿姨快点盖好了，这样就可以快点实现愿望了。والعلمين مدينة ساحلية جميلة جدا. مصر والصين بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا بناء بشكل أفضل. وبنرحب بكم أنتوا والأطفال الصينيين عشان تيجوا تلعبوا معانا. 中国的城市也越来越漂亮了。欢迎你和埃及的小朋友一起来做客。祝全世界的小朋友六一儿童节快乐！بتمنى لكل الأطفال في العالم كله أي طفولة سعيدة.